مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. يوم جديد، نهار جديد، وعمل جديد، وموضوع جديد. أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم وعلى السريع سأشارك معكم فيديو لرش مادة الكبريت. هو الكبريت أصدقائي مادة جد مهمة، لها خصوصياتها وأيضا مميزاتها ووقتها، لكن نتائجها جد جيدة وجميلة. أصدقائي الفلاحين، أتمنى أن تكونوا بخير. متابعي قناة الفلاحة والطبيعة، إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة يمكنك الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب لكي تصلك فيديوهاتنا بكل سهولة وعلى السريع. أما إذا كنت من أصدقاء قناة الفلاحة والطبيعة أو جديد في القناة، يمكنك ترك تعليق يحفزنا أو فيه استفسار وكل ما يخص ميدان الفلاحة والأشجار المثمرة. قناة الفلاحة والطبيعة عائلتنا التي تجمعنا أصدقائي الفلاحين. أصدقائي، كما ذكرت، موضوعنا يخص مادة الكبريت الميكروني. لاحظوا أشجارنا هنا هي في مرحلة الطربوش الأحمر. ماذا يقصد بالطربوش الأحمر؟ هي تلك الفترة التي تسبق تفتح الأزهار بأسبوع إلى 10 أيام، وبالضبط عندما تكون رؤوس الأزهار هكذا كما تلاحظون في الفيديو بشكل أحمر. هذه هي الفترة المثالية لرش الكبريت. حتى وإذا تفتحت بعض الأزهار، يعني زهرتين ثلاثة كما تلاحظون، هذه شجرة التفاح، حتى 10% من الأزهار، هذا لا يضر. المهم أن تكون أشجارنا غير متفتحة أزهارها. أعتذر عن صوت المحرك لأنني أقوم بتجريبه، هذا من باب الخبرة. يجب في كل مرة رش المبيدات أو الأدوية أو أي شيء يجب تجريب المحرك لكي لا تقوم بخلط المبيدات أو كل مقتنياتك فهي باهظة الثمن. نحن من الجزائر، ومرحبا بكل المتابعين. لاحظوا هذه الشجرة، ما شاء الله ما شاء الله، وإن كان إشهار مجاني لهذه الشركة، يعني صحتكم، زيدوا لنا شوية دراهم باش نديروا لكم إشهار مليح أصحاب الأدوية. هذه هي طبيعة الفلاح وقناة الفلاحة والطبيعة، نشارك كل المواد التي نقوم برشها وإن كان الإشهار مجاني ولا أحد يدعمنا، وكل ما نطلبه من دعم يعني من المشتركين والمتابعين الذين وصلتهم فيديوهاتنا فقط الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب وترك تعليقات. والآن سنمر إلى فوائد الكبريت ولماذا رش الكبريت وكل هذا. مثلا نقرأ من النشرية الخاصة، لاحظوا الخصائص: سائل مركز من الكبريات، قابل للاستعمال بعد خلطه في الماء، مبيد فطري ذو فعالية خاصة يستعمل لمكافحة أمراض بياض الزغبي، مبيد فطري وقائي فعال على مراحل تطور الفطر، هذا ما يمنع اختيار جدل البياض الزغبي. يعني أصدقائي، بشكل عام الكبريت للأشجار المثمرة هو مبيد وأيضا وقائي ضد الفطريات التي تكون على أشجارنا والتي تنطلق مباشرة مع انطلاق الأشجار، وهذه أفضل فطرة مثالية لمكافحة هذه الفطريات مثل البياض والكثير من الفطريات. وأيضا الكبريت يعمل كوقائي ضد هذه الفطريات. أوقات الاستعمال، لقد ذكرتها، أو فترة الاستعمال هي هذه الفترة ما نسميه الطربوش الأحمر. وقت الاستعمال يجب أن تكون درجات الحرارة غير عالية، لأن هذا الكبريت له مزايا حرارية. أصدقائي والمتابعين أو من المهندسين الذين يتقنون المصطلحات العلمية، أنا أيضا أتقنها لكن لا أستعملها في قناتي، لأنني أنشأت هذه القناة لكي تكون منارة للتقنيات الحديثة والعلمية التي تخص صديقي الفلاح البسيط. فلا داعي لاستعمال كلمات معقدة ومركبة، فقط
بلغة بسيطة جدا لكي يفهم الجميع، وهذا أعتقد ما تتميز به قناتنا. لذلك أرحب بكل الفلاحين البسطاء الذين هم بصدد التعلم واكتساب الخبرات الحديثة في ميدان الفلاحة، لأنه لا يخفى عنكم أن الفلاحة تطورت كثيرا في كل المجالات، خاصة الأشجار المثمرة، ولم تبقى تلك الفلاحة التي تعتمد على بقايا الحيوانات والسقي فقط، وإنما الفلاحة هي علم ذو أصول ومبادئ وتعليمات يجب تتبعها دائما للوصول إلى أفضل النتائج. قلنا بالنسبة للكبريت في يوم الرش يحبذ أن يكون يوم يعني غائم، وإذا كانت الشمس فيحبذ أن لا تكون درجات الحرارة عالية، يعني أن لا تتعدى مثلا درجات الحرارة 20 درجة، فهذا يمكن أن ينقلب بالسلب ضد أشجارنا والأزهار ويؤذي أشجارنا. لذلك يفضل دائما رش الكبريت في الصبيحة أو في المساء مع التفادي الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة عالية. النقطة الثالثة، الكبريت هو مبيد فطري، يمكن خلطه مع الكثير من المبيدات بدون مشكل. النقطة الرابعة، يحبذ ترك يعني فترة زمنية، فراغ زماني حوالي 48 ساعة، يعني يومين فما أكثر. من الأفضل فأكثر، فحسب خبرتي أنا أترك بين كل رشة وأخرى أترك حوالي أسبوع. لم يسبق لي أبدا أن قمت برش أشجاري مرتين متتاليتين بفارق زمني أقل من 7 أيام. لذلك 7 أيام هو أفضل خيار. لاحظوا أصدقائي، هذه هي فترة الطربوش الأحمر كما تشاهدون. أتمنى أن تكونوا بخير، هنالك معلومات أخرى سأشاركها معكم، ابقوا في الفيديو إلى الأخير. أيضا هنالك عدة فيديوهات جد جيدة ومفيدة نشرتها هذا الأسبوع، كلها أكثر من 10 دقائق. يمكنكم أصدقائي الفلاحين متابعة القناة والوصول إليها بكل سهولة وترك التعليقات تحفزنا، فأنا صديقكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من قناتي، وإذا لم تدعموا أنتم قناتي فلن يدعمها أحد، فلن يدعمها غير الفلاح. لا تنتظر أحدا غريب عن الفلاحة يقوم بدعم هذا المحتوى الفلاحي. لذلك يجب عليكم دعم المحتوى الفلاحي لكي ينتشر ويصل إلى أكبر عدد وقدر ممكن من الفلاحين، وهذا الشيء بطبيعة الحال يحفزنا نحن كشباب ذو خبرة من أجل تقاسم هذه المعلومات البسيطة معكم. أتمنى لكم يوم سعيد، دمتم بخير وإلى اللقاء.